واحد من ربعي اعتدى على واحد من ربع الشيخ بن شيحان يكون جزاهم ضعف. حنا يا الربع حتى ما تصير مشاكل بيناتنا، انا وابو نشمي حسبنا حساب كل شيء، بيوتهم انصبوها بعيدة عن بيوتنا، ورعيانهم ودهم يرعوا بعيدين عن رعياننا، سوينا كل هالشيء حتى نريح راسنا من المشاكل. تسمح لي حكي يا شيخ؟ اي تفضل حكي يا عقلة. ربع الشيخ حازم فاتهم على ديرتنا وهم شايلين سلاحهم، هذا الشيء يخلنا نعيش خايفين منهم. سمعوني يا الربع، سمعوني يا وجوه الخير، ربعي شالوا سلاحهم مشان يحموا نفسهم وحلالهم وهم ماشيين بالطريق، لكن الحين حين وصلنا ديرتكم وصرنا بحمايتكم ما عندنا حاجة بالسلاح، وأنا مستعد أجمع السلاح الموجود وأحطه أمانة عند الشيخ بن شيحان. الله يسامحك يا أخوي، الله يسامحك يا أبو نشمي، أبدا موافق على طلبك، سلاحكم يظل عندكم، لكن اتنبه على ربعك ما حد منهم يشيل سلاحه مثل ما اتفقنا. تامر تامر يا طويل العمر. استغفر الله يا اخوي، الامر لله، ويا مرحب ويا هلا بيكم. حياك الله يا شيخ بن شيحان، حياك الله، وانا باسمي وباسم ربعي نشكركم جزيل الشكر على معروفكم معنا وحسن ضيافتكم، وارجو من الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا يد واحده وكلمه واحده، ويكون سلاحنا سلاح واحد بوجه العدو. بإذن الله يا أبو نشمي، وإن شاء الله أنت